السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا كرام مرسم جديد معكم هاب محمد. فيديو النهاردة يا جماعة من فيديوهات لعبة ايكونيك كونكر اونلاين. طبعا يا جماعة زي ما انت شايف الفيديوهات اللي فاتت عملتها باكونت جاهز، طبعا فول 12 اجنحة ما شاء الله عليها، الدنيا مرتاحة يعني وبرفكشن عادي. طيب في البداية كده عايزين نعرف ازاي نقدر نسجل من خلال الويب سايت، هتلاقي الرابط بتاعه في الوسط، تكتب اليوزر نيم الباسورد الباسورد تاني الايميل وبعد كده الكود، وبعد كده صفحة داونلود ويا معلم تحمل الكلينت كله. حلو الكلام. بص بقى يا معلم، زي ما انت شايف هنا الناس لسه بتبدا الصف اخر بلس 8، انا الوحيد اللي بلس 12 عشان خاطر انا بس بوضح مميزات اللعبه بالكامل شكلها ازاي. تمام اهو زي ما انت شايف الناس ما شاء الله لسه باديه اهو، بظبط دنيتها واحده واحده. طبعا عندك هنا كذا شنطه، اول حاجه كومنت باك، خدنا صف بلس 7 وان سوكت. يا سلام يا سلام يا ولد، يا سلام يا سلام يا سلام، حلو جدا والله. كمان اهو 10 اكسبولات، عشر اكسبولات، وابدا بقى يا معلم اتعامل ولفلف زي ما انت عارف. عندك هنا كمان برضو اللي هي ليفل 15 بالموشن باك، حلو والله. خدنا سي بي اس، ده اصلا ده كان بيديك كام سي بي اس بالظبط؟ 20 سي بي اس باوند، يا بلاش والله. نمسيس، ياه لو كنت قاعد انا النمسيس ده كنتش هسيبه. طيب الوحوش بتوع اسبس يا جماعة، بس طبعا هي بنسبة بالحظ، خلي بالك يعني الفكرة برضه ان هي بالحظ، بس انا مش عارف ليه حظ كده، انا عايز اوقع حتى لو واحدة سي بي اس حتى. اهو واحد سي بي اس، مش بقول لك واحد سي بي اس، حلو جدا يعني بصراحة، جميل جدا جدا جدا، لعبة مميزة مش وحش خلي بالك. انت فكرتها ان انت بقى بتبدا تلفلف وتظبط دنيتك، يعني اكنك بالظبط زي كونكر اونلاين بالظبط، محاكاه لكونكر اونلاين اهو، كل الناس بتبدا فيها واحده واحده ولسه بتظبط دنيتها زي ما انت شايف اهو، ما شاء الله يعني حلوه جدا والله. وابدا والعب وتسلى يا معلم. تمام بعديها تقدر ان انت تخلص اللي هو دايلي كويست، في مهمات برضو عندك كمان هنا، تقدر ان انت تعمل مهمات ديسك مانجر، ديسك ماستر عفوا، كل المهمات بتاعت زمان لو انت فاكرها موجوده وشغاله كويس جدا. زي ما انت شايف اهو كل الشخصيات الرئيسيه موجوده، تمام بالبيكات بتاعتها بكل الدلع ده، يا بلاش والله يا بلاش. يبقى انزل والعب وتسلى يا معلم، انت محتاج ايه اكتر من كده والله. طب بص حتى في الماركت هنا، استنى كده بص هنا في الماركت اهو، هتلاقي البيكات بتاعت الشخصيات موجودة فيها برضو زي ما انت شايف، استونات وشغل عالي والله، وعجينة السكند، وهنا ستوري كيبر للجرمانات برضو، برضو هتلعب وتتسلى وتلعب ودلع يا معلم، دلع 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 والله ودلع. تمام يبقى انت زي ما قلت لك هتبدأ بصطف، وانا حبيت اثبت لك بصطف بلس 7 اهو جاهزة والدنيا مرتاحة معاك. تعال بقى انا اوريك الاكونت هتبقى ازاي لما انت تبقى فول 8 زي ما انت شايف اهو. انا بس الاكونت اللي انا هفتحه ديه اللي هو فول 12، خلي في بالك فول 12 بفكشن عالي زي ما انت شايف يا معلم، بس انا خايف الجناح ثواني كده. فاكرة ايام لعبة بلاي كونكر؟ اهي دي بقى احلى من بلاي كونكر بكتير بقى، بكلم بجد على فكرة. اه بص زي ما انت شايف اللعبة جميلة ازاي وممتازة جدا 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 ازاي، حلو والله. كمان معايا اصطف اصلا اكتر من اصطف، مش اصطف واحد كمان، بس انا مش عارف الاستاف بتاع الابيكات راح فين، كنت عايز الابيكات والله كانت تفرق معايا جامد، مريح دماغنا يابا. بص حتى مركب السور نسيت، لسه مش مركب الريفنري، ومعايا الهولي جريل اهو اللي بيخلي السلاح شكله كبير جدا زي ما انت شايف. اللعبه على فكره اللعبه انا اصلا بنزلها فيديوهات كتير جدا كانت على الصفحه وغيره، طبعا صفحه وين كنت هتلاقي رابطها في الوصف. مسج تتابعها برضه، ها عايزين نوصل ان شاء الله تعالى كده ال 35,000 متابع، بس انا بقول لك عموما اللعبه هتنزل وتتسلى بيها كده، احنا عرفنا التسجيل والتحميل وعرفنا هتنزل بستاف بلس 7، يعني انت الدنيا مرتاحه معاك يا معلم. بص بص انا لو نزلت دلوقتي هضايقهم، بص اهو بص طبعا ان اعلى حاجه هنا فول 8 زي ما انت شايف اهو. طبعا الاكونت ده
اكونت خاص بالدعاية والإعلان عشان محدش يفتكر يقول لك لا يا عم ده الاكونت بتلعب بيه، لا يا عم بتخش مش عارف ايه. لا لا لا، متلاش من ازاي، متلاش من اي حاجة اهو. يلا بقى مستنيكم تنزلوا في سيرفر ايكون الكونكر المميز والحصري في عالم كونكر ايكونيك. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.